يقول عمال توصيل في البصرة أن ذروة الطلبات على الطعام تمتد من الساعة 6 مساء حتى 12 بعد منتصف الليل، وأن قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني لتقييد حركة الدراجات النارية سيضر بعملهم بشكل كبير. راح يصير قطعان رزق، تمام؟ يعني هسه مثلا بنقول من الساعة 6، احنا طلباتنا اكثر شيء راح تبدي الساعة 6 لحد 12 بالليل، يعني هسه احنا وين نروح مثلا؟ وهذا الشيء يعني مو صعب على الله وعلى هالدراجات هاي يشتغلون مثل ما احنا هم هالدراجات كلها على باب الله، ايش تسوي؟ بعدين الحكومه لا بيديها هيك تقطع رزق الناس، خط تقطع رزق الناس، شو تسوي يعني؟ احنا ناس اصحاب عوائل، ناس عندنا ايجارات، عندنا ديون، يعني هاي القرارات بس علينا على الفقره، احنا ناس قاعد نشتغل على باب الله، نتعب نطلع من الصبح لليل على مود نجيب لقمه عيش لهنا، ليش يعني على الفقير يركضون؟ عموا علينا للدراجات، لا لايت لا شيء، ادوات جماعه التفليق ذولي عموا على الكل. شلون؟ دراجته ويفلق وين ماكو سيطره وزور عليها، فوين يركض؟ هذا يركض على ابو الدليفري خطيه، ما عنده ربع دينار بجيبه يركض على ابو